أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا عبر شاشة دبي ريسينج ومساء النواميس في يوم الختام يا أهل الهجن الكرام. 6 أيام من المتعة والإثارة استمتعنا بها سويا في مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، مهرجان السعادة أيها السادة الذي وصل اليوم إلى آخر محطات الرحلة بعرض باهر من عروض العالم الساحر، عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. لنودع العام الجاري بحدث ستظل تفاصيله المميزة راسخة في الأذهان من ميدان السوان. أهلا وسهلا بكم. بالشعار الأزرق البندقية مع الجهضم 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 يا بن حمام. هقاوي هقاوي سعيد بن راشد بن غدير يقدم هقاوي. حفل الختام مشاهدينا في ختام المهرجان كان مميزا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وولي عهده الأمين سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة لتصل النسخة 13 إلى آخر محطات الإثارة على السيف الغالي والأشواط المليونية والرموز الثمينة. تفاصيل هذا اليوم سنتحدث عنها بكل تأكيد مع ضيوفي الكرام هنا في الاستديو وبرنامج الأصائل، واللي أرحب بهم بكل تأكيد سهيل بن غراب بسلطان، مساك الله بالخير والسرور. أهلا مسي عليك وعلى الأخوان الحاضرين والمتابعين والمشاهدين، وقول أسعد الله مساءكم بكل خير، وهني أخوان اللي فازوا بأشواط الرموز الليلة، نهني الموسى ونهني بن غدير ونهني عمرك بن حماد على الركض اللي شفناه ما شاء الله طيب، فعلا الركض طيب ولدا طيب ما شاء الله، والنتائج طيب الحمد لله وتبشر. نعم. الله يطول عمر أبو خالد ويخليه ربي يبعد قصر الله يحفظه. نعم مشاهدينا الكرام معضد سعيد المهيري مساك الله بالخير والسرور يا أبو مبارك. الله يمسيك بالخير والسرور ومسي عليك وعلى أخواني المحليل وعلى المتابعين قناة دبي ريسنج. نعم أبدأ بكل تأكيد حمد بن طبيب الشامسي أبو فزاع مساك الله بالخير والسرور. الله يمسيك بالنور والسرور أبو تميم، أمسي عليك وأمسي على المحللين والزملاء وكذلك اللي يتابعونا من أمام الشاشات، ونبارك لجميع الفائزين في ختام أمسية الذهب في مهرجان أبو خالد. يستاهلون يستاهلون. سيف بن مبارك الحبسي مساك الله بالخير والسرور. مرحبا بك أبو تميم، أمسي عليك وعلى السادة المحللين المتواجدين والمشاهدين أمام الشاشات، ونقول لهم سعدتوا مساء والنومس الكل من فاز في الفترة الصباحية وفي أشواط الرموز في ليلة الختام في هذا المساء النومس لهم أيضا لكل من فاز في هذا اليوم. نعم عايض سفر البقمي مساك الله بالخير والسرور يا أبو سفر. مساك الله بالنور والسرور، أمسي عليك وعلى زملائي المحللين وعلى المتابعين من أمام الشاشات والنومس الكل من شارك في هذا المهرجان. هذا المهرجان المشاركة فيه بحد ذاتها ناموس ومخالط طال عمرك أهل الهجن والعرب، هذا بحد ذاته ناموس كبير. نعم بكل تأكيد مباشرة مشاهدينا أذهب إلى أكثر الأشواط تشويقا وإثارة، شوط السيف للحول المفتوح و5 ملايين درهم، وشوط البندقية المفتوح للزمول، وشوطي السيف الفضي والشداد للمحليات، أشواط القمة
إن صح التعبير، نتابعها معا عبر هذا التقرير. وصلنا معكم اليوم الختام في مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. أربعة رموز تنتظر من سيحظى بها هنا على أرضية ميدان السوان حيث رقص الكبار. ثلاثة رموز لا تقل أهمية، ولكن الرابع والأخير هو من أعدت له العدة واتجهت له كل الأنظار، كيف لا وهو يمثل سقف طموح كل عاشق لهذه الرياضة، كيف لا وهو سيف سيدي رئيس الدولة. نتابع معكم هذه المعارك الطاحنة ونستمتع بالرقصة الأخيرة للكبار. اليوم جايين نشارك في السيف، وركابنا بعد مرض في زايد الكبرى ما توفقان، كانت جايتنها المرض المناعي، والحمد لله حين طلعن من المرض بعض منهن وبيشاركن اليوم. نتمنى نكون من الخمس الأوائل إن شاء الله. نشوف إن شاء الله بكامل جهوزيتنا اليوم طاهر. إن شاء الله يكون منافسة زين إن شاء الله. شو توقع مسار شوط؟ والله قوي. الركاب أنا أقول كلهن في مستوى واحد، ما في ناقة فارقة عشان أنها ترشح، كلهم في مستوى واحد. نجيه طال عمرك المسند حاط ناقة سبوق، بن حماد حاط ثنتين سبق، كذلك طال عمرك عندنا بعد زاخر اللي عند حمدون ممتازة بعد من الركاب اللي تنعد، ولا ننسى الجماعة الباقيين كلهم شاركين يعني، وكلهم ماخذاته وكلهم ماخذات جوائز قيمة يعني. هذا سيف غالي وكل مستعدين له، السبق كلهن حاضرينهن. نعم نعم اي والله ان شاء الله، الحين عندنا وحده ان شاء الله بتيمل بخير 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 اللهم لك الحمد. والاشتراك في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة شرف وفرح، سمعت وعرس، ونحن مشتركين الحمد لله، وإن شاء الله أنها إن شاء الله أننا نأخذ السيح بإذن الله. محمد مهرجان هذا مهرجان رئيس الدولة الله يطوله بعمره، ونحن مشاركين فيه بحجم أسمه ومن خيرة الحلال. توقع اليوم طال عمرك الشوط كيف يكون ومساره، وخبرنا عن صحة الحلال عندكم اليوم قبل الشوط. توقعت عند الله سبحانه وتعالى، الحلال جاهز الحمد لله، وصحة الحلال طيبة، والشوط فيه سبق من خيار الحلال، ما بشوط صيف بسيط، واللي الله كاتبنا له إن شاء الله بيه. بعد مشاركتكم براشد دائما ما تكون على المستوى، يعني ما شاء الله مهرجان بهذا الحجم أصريتوا أنكم تحضرون بخيرة الحلال. عندنا من خيرة الحلال موجود، ما دخلنا بخيرة عنها، وحلال طيبات، ومتوقعين من الأفضل إن شاء الله اليوم. نحن كل ما يكون مهرجان وعقب مهرجان في بداية الموسم نتوقع أن يكون جهوز الحلال أحسن عنه المهرجان اللي قبله. محفوظ أشجع محفوظ، الحلال طعم طيب إن شاء الله، عادينا ما أجعل الله سبحانه. نعم ما بتفرطون فيه السيف اليوم أنتم؟ والله نحن مسجلين فيه ونتأمل أمل خير، كان مشاركين بعد مثلنا واللي يشتغل له الرزق إن شاء الله الليل. الحمد لله الحمد لله، كل شيء غدير ما شاء الله، أننا متمنين في شيء طول عمرك ما نحاسب عليه، بيينا شيء يا لما حسبنا عليه يا رب العالمين. أبو سعيد ما شاء الله في الكبرى شفنا لكم عدة سبقات وخذتوا رموز، على عمرك هذا بوش ده عمرك ما شاء الله يات ملايين وسبك وعاديات يعني، تراك الناقة العادية ما تأخذها، تأخذها تفرشة بسبك، وذي لا طال عمرك سبك شاوي اللي خذناها، وطول عمر بن حماد وطول عمره ويطول محمد بن راشد بن زايد وإخوانه يا رب العالمين هو عيالهم، هذا مهرجان ما يتعوض، الله يخليهم ويطول عمارهم يجمع الناس من 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 أتى العالم. شوف السيف ما تقدر تتوقع فيه أي شيء، توقع المفاجآت من كل مشارك مرة. الأشواط الثانية؟ الأشواط الثانية بين وبين تراكم، أنتم تعرفون الركاب ومركضات في الكبرى واللي تشوفون على الأسماء. ما شيء توقعات كيف يكون السيناريو كيف تكون الأشواط؟ هذا يوم يوم ختامي صح؟ آخر ليلة.
التوقعات كلها مجلوبة، ما تعرف الله شو، بس الله بالتوفيق. ما حد يعرف يا أخوي، أكو ناقة السيف الحين ما دور لي ناقة أنت سيف ما ثبوته في كل مهرجان تأخذ سيفها، مستحيل كل مهرجان تظهر ناقة جديدة، وأنا ما أقدر أعطيك أي اسم تبسطك. حتى في الترشيح لو تقول لي أرشح ما أعرف ناقة السيف بالذات، لأن 6 كيلو العام إحنا شفنا محطة بن هيان بونا ترشيحات غير يت الناقة هاي، ها يعني ما تقدر. المتوقع إن شاء الله هن السباق والثاني يسبقون في الشباط، وإحنا إن شاء الله أن نقول أن إحنا بالسباق، وكل يطلب نفسه من رب العالمين. والله مقدمين حلال والعالم قدم حلال، ونتمنى التوفيق لنا والجميع المشاركين. شو الأسماء اللي داخلين فيها اليوم؟ عندنا أسماء منهن فبركة ومنهن نعم وبابل بعد فيها وشهب، وعندنا حلال مقدمين مطيف، ونتمنى التوفيق. ودنا نشارك بالسيف، لكن عندنا طال عمرك بعير مشارك مسجلين طال عمرك في شاطئ البندقية. نعم بشرنا عن صحته، بشرنا عن المؤشرات. طال عمرك ما شاء الله تبارك الله صحته طيبة، وماضي سبق وكسر تيم في كل ميدان، وجاي ثاني في الكبرة في الوثبة، وانت توقع منها طال عمرك المزيد. اليوم هذا لازم تجيب خيرة الحلال. نعم الله يوفقنا ويوفق الجميع ان شاء الله. كيف تتوقعون طال عمرك بسعر الشوط؟ ولا تعرف الشوط قوي بيكون من اوله لاخره، يعني ما لاخر لاخر اللي من اخر الشوط اول الشوط بيكون قوي، وتعرف انت بيكون كلنا يحاسب الفوز، والله يوفق الجميع ان شاء الله. مهرجان سيدي ابو خالد هذا دائما انتم تجهزون لخيرة الحلال؟ اكيد مهرجان مع رئيس الدولة الله يحفظه، وهذا حسب له حسابنا. غلاء عندكم المهرجان هذا؟ ما في شك، ما تشوف العالم انت والجمهور ما شاء الله واضح مره يعني. دقت ساعة الحقيقة في سيف الختام، أغلى وأقوى السيوف، سيف الحول المفتوح في مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، والجائزة المالية 5 ملايين درهم للفائز بهذا الشوط. لحظات مليئة بالإثارة مع انطلاق النجوم في رحلة البحث عن السيف الغالي. الميدان كان مزدحما بأسماء لها وزنها الثقيل في عالم سباقات الهجن، ومعركة السيف لم تكن سهلة، خاصة في اللحظات الأخيرة التي حبست الأنفاس بعد أن كان شعار بن حماد متصدرا المشهد مع بطلتهم صيحة لتخترق زاخر الأجواء الأخيرة بالشعار الهلالي الأزرق في الأمتار الأخيرة، وبقيادة الفيلسوف رجل الأمتار الأخيرة مبارك بن أحمد بن مايد الخيري. رغم مطاردة نجدين للمسند، لكن زاخر حسمت المعركة وطارت بالقمة لتهدي مالكها عبد العزيز بن موسى بن عبد العزيز الموسى وأهالي المملكة العربية السعودية كافة أغلى السيوف بزمن بلغ 8 دقائق 55 ثانية و4 أجزاء من الثانية. يا سلام يا الموسى، يا سلام يا الموسى، تهانينا لأشقاؤنا في المملكة العربية السعودية على انتزاع زاخر 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 بالشعار الأزرق، بالشعار العالمي، بالشعار الكبير، صاحبة الرمز في العام الماضي تنتزع السيف. السيف هذا طال عمرك غالي علينا، ولازم نشارك بخيرة الحلال فيه، فالحمد لله على التوفيق. شو سلالة طال عمرك؟ منذر المختبر. نعم. سلالة طيبة هاي ما شاء الله دائما تقدم، هي أخذت رمز العام بعد. نعم رمزين ما أخذ العام رمزين، والسلالة هاي المختبر فيه منبع السبك، فيه يعني ما يطلع مثل زاخر وأحسن من زاخر. كانت في أفضل حالات اليوم زاخر؟ نعم لو ما بأفضل حالات ما سبق. نمسلك أكيد مرة ثانية، ووين تروح السلامات؟ السلامات بتروح للخليج كلهم، لأبو عبد العزيز يستاهل الموسى وللجماعة كلهم ولهالرماح. قمة الزمول في الشوط المفتوح على البندقية والجائزة المالية 1.5 مليون درهم. تميز المشهد الأخير بوجود صراع ساخن بين أبرز الأسماء المرشحة بقيادة الجهضم بشعار مانع بن علي بن حماد الشامسي الذي حلق بناموس هذا الشوط ليضيف إنجازا جديدا وحققا ثاني الرموز في رصيده هذا الموسم بعد إنهاء السباق بزمن بلغ 8 دقائق 59 ثانية و4 أجزاء من الثانية. البندقية البندقية الشداد روح بمعه مع أيضا
الشملي البندقية مع الجهضم 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 يا بن حمار روح جماهيرك محبينك يا عد يشجعونك الرمز الخامس الرمز الخامس الرمز الخامس لمانع بن علي بن حمار الشامسي بقيادة علوه. أما في شوط السيف الفضي للحول المحليات والمليونين درهم دار الصراع الأخير بين هقاوي ومطره والظبي في أمثال التحدي الأخيرة قبل أن تنفرد هقاوي بالصدارة في اللحظات الأخيرة رغم اقتراب الظبي بشعار الصعب، لكن هقاوي تمسكت بالسيف وأهدت سعيد بن راشد بن غدير وأهالي مرغم كافة أغلى رموز المحليات الأصايل بزمن بلغ 8 دقائق 59 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. السيف 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 لمن السيف لمن بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ولكن هقاوي 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 سعيد بن راشد بن غدير يقدم هقاوي عادة الظبي لمحمد بن سلطان بن مرخان هقاوي على الصدارة مرغم مرغم سلام مرغم سلام على فوز هقاوي لسعيد بن راشد بن غدير التبي الحمد لله ما قصر الحلال وهقاوي أدت اللي عليها وزيادة هذا ثاني اشتراك لها عقب الجائزة الكبرى هي الثالث فيه بدأت تجهيزها والحمد لله على كل حال. كيف كان مسار الشوط وياكم براشد؟ الشوط صعب أكيد. الشوط صعب في نخبة الحلال كل في الأشواط كل من نخبة الحلال والحمد لله على كل حال الناقة حاولت أني أسيرها على المسار مش 6 كيلو بالرتم اللي بغيته منها وجاوبت. هقاوي كانت على الهقول. هقاوي إنتاج وخطه قبلها من لما ماخذ السيف اللي مرموق ماخذ سيف عهد دبي واليوم خطه اخذت سيف رئيس الدوله يعني من سلاله انتاجنا وبيته بيت بيت السيوف سلاله منصات الحمد لله نقول لك ناموس اكيد براشد الله يطول عمرك جمهور هجر مرغم والمرغم. في شوط الشداد للزمول المحليات واصل شعار بن حماد التألق بعد أن أضاف الشملي رمزاً جديداً لهذا الشعار رغم زحام الشعارات في الرمق الأخير من المنافسة، لكن الشملي طار بالشداد في السوان وأهدى مالكه مانع بن علي بن حماد الشامسي الناموس الغالي ليعزز هذا الشعار صدارته في قائمة الملاك الفائزين برموز المهرجان بعد فوز الشملي بالسباق في زمن بلغ 9 دقائق 10 ثوان و6 أجزاء من الثانية. لكن الشملي الشملي احد الاسماء المرجحه مانع بن علي بن محمد بن حماد منافسه ثنائيه انطلاق ثنائي الشملي روح الشملي روح الشملي روح يا علو روح يا علو روح مع هذه الانطلاقه تانينا والناموس مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. الشوط الاول ما شاء الله والشوط الثالث وداء طيب. الشوط الاول اخذ الزمول الزمول نحن هذا الزمول الله عنده ديو بعيده ليش بس الزمول طيب الله يسلمك هلا هلا الاشواط هاي ما شاء الله اللي انتم دائما حاطين فيها الاسماء رجاب رجاب سبق وين ولكن العرب دعمك العرب دعمك مجهزين هنا مجهز انت العرب مجهزين وما بيبون السيوف والسيف دعمك بسيط وصلته اي والله شوطين ما شاء الله في ختام في مهرجان سيدي ابو خالد اكيد انه تعني لكم شيء كذي الحمد لله على كل حال كل شيء 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 برات الله نحن همنا السيف ولا التاليات ما همنا
إذن هكذا كان مشهد الختام. زاخر بطلة سيف السيوف بالشعار الأزرق الهلالي عبد العزيز موسى الموسى وبقيادة فيلسوف الهجن مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي وشعار مانع علي بن حماد يكسب ثنائية الكبار مع الجهضم وأيضا شملي يحصد هذا الشعار خمس رموز في مجمل حصيلة المهرجان بينما كان السيف الفضي في قبضة أبناء مرغم بعد فوز هقاوي لسعيد راشد بن غدير. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا اليوم. ونبدأ حديثنا عن زاخر بطلة أغلى السيوف. طبعا انتصار مستحق، شوط جميل كان فيه وأفضل التواقيت أيضا من خلال هذا الشوط يا أبو سلطان. نعم هب غريب عليها. أنا هني ضاعم لك موسى بن عبد العزيز الموسى على فوز زاخر. نعم. وهني مضمرها أحمد بن مطر بن مايد وانجاله الكرام بارك ومحمد وإخوانهم كلهم وعيسى وحمد بارك لهم وسلامات للسعودية وسلامات للرماح. استاهلوا. ولا ننسى طال عمرك بعد راعي الجهضم معالي علي بن حماد الشامسي نهنيهم بارك له على فوز الجهضم والرمز الخامس وانجاله الكرام ونهني مضمر علي بن سعيد الزرعي. ولا ننسى طال عمرك مالك هقاوي محمد بن راهد واخوانه سالم وعلي وسعيد استاهلوا. نعم وحمد ويستحجون الناموس وسلامات الأهل المرموم. الناقة هذه تميم تكلمنا عنها، ناقة هاي سبوق معدودة وماخوذة بقيمة كبيرة للشوط هذا. نعم وأنا أشكر موسى عبد العزيز موسى اللي خلى الناقة عندها لها يوم اشتراها خلاها عندها لها نتائجها ما شاء الله كلها وهذه النتائج. نعم نعم الشوط الليل الشوط قوي، شوط فيه من أقوى البوش الموجودات. الصورة ولا أجمل. شوف نعم الثلاثة نعم اللي في شوف المقدمة. ناقة المرخان، ناقة الحلامي، المجموعة طال عمرك الموجودة هي زمان بعدها ورع اللي هي طال عمرك زاخر زاخر طال عمرك ونجدين. هاي البوش من روحن أنا طالحن في الشاشة مرة روحن كل يترقى ربيعة منهم. هم حاسب كل حاسب حساب الربيعة منهم. صحيح. نعم الزعبي حاسب حساب بمايد وبمايد حاسب حساب الزعبي. نعم وبالفعل يلي تركتن. نعم فهذا طال عمرك الأداء طيب والركض طيب والله يطول عمر الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة وإخوانه سمو الشيخ منصور والإخوان كلهم وسلطان بن حمدان متابعته لهذا وراشد بن حمدان. الركض الليلة ركض صح، ركض شوط رئيسي مجتمع فيه المحلية والمهجنة كل مفتوح. نعم شفنا أداء طيب وهي الناقة هو بقريب عليها السابق هذا. نعم العام هذا كأس الثنايا والسنة سيف الحول والناقة مستقبل قدامها بعد طويل والناقة كما يالها مركاض بي خير عن مركاض. ناقة صغيرة يعني توه رباعية مركاض طال عمرك في قطار وسابجة ماخذ السيارة. نعم لكنها طال عمرك عدة للركاض محسوب لحساب هذا اليوم. صحيح ويت النتيجة صح والله. نعم. يوفق إن شاء الله جميع. لا يستاهلون يستاهلون. نعم. قدموا شوط جميل. مسافة الستة كيلو بفزاع. نعم. كانت تحتاج هالركض تحتاج السرعة. والله أول شيء أبو تميم نهني موسى بن عبد العزيز الموسى على فوز زاخر بالسيف الذهبي سيف أبو خالد ومهرجان سيدي صاحب اسمه رئيس الدولة الله يحفظه ويطول عمره. ونهني كذلك مبارك بن أحمد مايد الخيلي المميز على هذا التضمير والمشاركة في شوط رئيسي. المسافة 6 كيلو استحدثت من سنتين لأشواط السيوف في مهرجان الكبرى وفي مهرجان أبو خالد. هذه السياسة يطعمك يقدمها اتحاد سباقات الهجن ونحن نشكر عليها وعلى ما يقدمون اللي يقدمونه نشوفه نحن في صالح الهجن اللي يقدمون الصح. نعم نحن نقول اللي يقدمونه في صالح آل الهجن طول عمارة وزام الخير. لكن كل مطية لها وصلة في مسافة معينة. البوش هذيلة نعديت للثمانية بيصير وخليت للستة وسبق الرعاة الثمانية ثاني سبق الرعاة الثمانية دائما إعداد المطية بو تميم ما يختلف عليها اثنين إعداد المطية كل شخص يبي يعد مطيته للستة بتجهز للستة يبي يعدها للثمانية بتجهز للثمانية. دائما الإعداد يكون من المضمر والمطية في جهوزيته إذا كانت جاهزة هو يجهزها على حسب ما يريد في الوقت المناسب. اليوم أنت تتحدث عن مسافة الستة كيلومترات هذا البوش أركضاً في الثمانية في ميدان المرموم أركضاً في الشحانية في الثمانية يعني ما يختلف عليه شيء اثنين. لكن دائماً مسافة الستة أنت تحسب الأحساب عندك كمضمر
مضامر المطيه لازم اليوم يكون على يعني معرفه تامه بمطيته. صحيح. اهم شيء الفحوصات عنده المطيه بلا شك. انه مثلا لو تكلمنا عن زاخر، زاخر مشراعي بقيمه 4 مليون وعنده راعيها وموجوده، لكن في النهايه راعيها هو عنده سي في مالها من خلال الفحوصات البيطريه، شوف هل هذا الفحص صحيح لها تقدر تشارك من خلاله. فهني المضمر هو عنده ساعه الاعداد. الحلال اللي وياها ما قصر، شاركا وليت عليها ثاني نجدين لناصر بن عبد الله المسند، بعد يعني نقدم له التحيه ابو عبد الله، شارك مشاركه قويه وناور، لكن في النهايه استطاعت زاخر انها تكون تقدم الافضل ما لديها. نعم. شعار بن حماد حصل على المركز الثالث وعلى المركز الرابع. نعم. هذا دليل على انه كان مستهدف بالفعل هذا الشوط. كل الشعارات كانت مستهدفه السيف الذهبي، السيف الذهبي ما يعني فراغ اليوم. صحيح. هذه 5 مليون فرق والذهب يفرق. وسيف سيف ابو خالد دائما كل شخص يعد اعداد كبير. نعم. هذا السيف الذهبي. نعم. فنحن نبارك للموسى على هذا. نعم. الفوز والناموس والقادم افضل للجميع ان شاء الله. اولا نبارك للمملكه العربيه السعوديه طال عمرك. تفضل. ومحبين يستاهل. يستاهل. نعم. محبين الهجن وملاك الهجن يستاهلون على السعوديه. هذه فرحه كبيره عشناها اليوم، فضل الله ثم فضل الموسى وبالحمدون وعلى هالشريه الطيبه المبروكه اللي قدمت صراحه التهاني والتبريكات. اما من ناحيه الشوط طال عمرك كان ترشيحك. كان ترشيحك الحمد لله. انا ترشيحاتي اليوم اصابت الهدف. اي ترشيحات؟ البعض منها البعض ترشيحات. هقاوي رشحتها سبقت الحمد لله. زاخر الجهضم الشوط بس خلاص هاي ثلاثة كفي. بس اي نعم كفي. كيف تعرف انت قلت لي رشحتك؟ لا لا فعلا ثلاثة ترشيحات. نعم. الحمد لله صادق. صحيح. صحيح. في البداية طال عمرك الشوط مصيحة الناقة مرشحة طلعت فجأة من انطلاقة الشوط. نعم. بشكل مفاجئ. احنا ما ندري الحقيقة هل فيه استفزاز صار شغل صار للناقة عليها. من هذا المنبر ومن هذا المنطلق احنا نطلب من المصورين في اشواط السيوف وهذا يركزون على على الصفوف الخلفيه من انطلاقه الشوط. نعم. علشان احيانا يستوي شغل يستوي شيء فالواحد يكون بعيد ما يدري فيروح يسال وكذا، ولكن الناقه استفزت وطلعت يعني. نعم. طلوعها غير طبيعي في بدايه شو الصوره اللي كنت تبغيها يعني شو اللي شفته يعني مصيحه مرشحه من الدرجه الاولى. طيب. اغلب الجمهور وهل الركض كانوا مرشحين الناقه هذه. طيب. لكن الناقه طلعت في الصفوف الاماميه وانضغطت اصلا من اول ما طلعت واجهت الضغوطات في تخطي الحلال في مقدمه الشوط في قياده الشوط في جر الشوط استنزفت كثير وما قصرت. اما من ناحيه نجدين وزاخر كان مع بعض استنزاف. وين صار؟ نعم وين الاستنزاف؟ والسلطان يقول لك وين الاستنزاف صار؟ استنزاف الناقه ورا. وين يا استنزاف؟ الناقه من استنزفت وطلعت من بدايه الشوط وهي في استنزاف. اي ناقه قامت تخطي حلال لين طلعت قدام الشوط. اي ناقه؟ ها؟ اي ناقه استنزفت؟ صيحه يتكلم على صيحه الرجال. فيها مصيحه يمكن. وبعدين اما نجدين وزاخر كان ملازمات بعض. زاخر كانت ايضا مرشحه. اغلب الناس اللي بهل الركض يتابعون يدرون يعرفون المطيه اللي بتسبق والمطيه اللي بيجي عليها شغل. فنجدين لازمت الزاخر وانطلقوا وسوا وصار عليها شغل بعد صار الاسمين. لا ما 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 لا صار عليها شغل. صار اطلع عن سوا وفي نفس التوقيت المضبوط. أنا كان قدامهم صيحة يا أبوي اصبر خلني بخلص من ساعة وأنت تتكلم. لا أنا ما خلص. خلص يا أبو سفا خلص الشوط. وأنت بعد خلص الشوط وأنت خلص الشوط. زاخر ونجدين أنه ما صار عليه شغط لعن في التوقيت المميز وهذا دليل على تسجيل أفضل توقيت وعلى العرض اللي صار في نهاية يعني الشوط. يعني يا ابو مبارك. نعم. يوم لحقوا على مصيحة. نعم. إلا مصيحة. اي نعم. استنزفت. نعم. ناقة. طيب. طلعت من يعني من يا ابو مبارك يقصد ان زاخر ما استنزفت. لا استنزفت ركضت يعني وزعت المجهود. شوف خلني اكمل. نعم. نقطتين. نعم. تمام. مصيحة ضغطت لان. نعم. هي ماسكة المقدمة. نعم. نعم. وتبى تستمر في المقدمة لين الامتار الاخيرة.
ناقص استغرب نعم. الجميع تم نعم. الضغط عليها اكثر من اللي جايين من الخلف. انت تتفق ولا ما تتفق؟ لا انا بخبرك طال عمرك مقريات الشوط في البدايه نهني موسى عبد العزيز الموسى مالك زاخر مناسبه فوز هذا هذا الفوز الكبير وفوزه بسيف رئيس الدوله وذروه السلام. انا تابعت مقريات الشوط عن قرب في الشوط وتابعت زاخر وكنت متابع لزاخر وتركيزي على زاخر. زاخر صار عليها الشغل من قبل شعار بن حماد في في, في 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 الخلف. فزاخر كان شوف يعني شغل علوه الزرعي كان ممتاز ومركز على سامي قوية. لما اجتمع النقدين وزاخر وأيضا دانات بن حمودة ولعبية أيضا اللي بن نصرة حرك عليهم اسم بن بن, بن, وين بن حماد بقيادة علوه. هذا يمكن مع دقيقتين ما ولا ظهر في التصوير ما ظهر في التصوير. انا اقول لك انه متابع عن قرب يا اخوي. لو كان شغل كان طلعت الناقه ما طلعت الا في اخر الشوط. صار عليها شغل واشتغل ولما اشتغل اشتغل على الاسماء هذه لما كانت بالقرب وسرعت الحلال. نعم. اسرعت زاخر وسرعت الاسماء اللي قدامنا ولكن هذا صار هذا صار من صالح زاخر. صار لا لا مو من صالح زاخر. كيف مش من صالح زاخر يا بتلو يقول يعني صبر. يقول هم اللي طلعوا صار من بسفر بسفر معلي بسفر بسفر دقيقه كلامه مو بسفر بسفر دقيقه. طيب خليني بقول طيب بسفر انا بقول لك دقيقه بمبارك بخليك تكمل بس دقيقه بسفر. يقول انهم طلعوها طيب دقيقه وصار من صالحها وخلت السيف دقيقه. لا مو خلي يرمي خلي يخلص كلامه كلام صحيح خلي يخلص كلامه. لا ما طلعت الا في اخر ما عليه طلعت ولا ما طلعت اكيد كان لا كان لها مجهود من الكلام وبعدين تفضل بالكلام لين لين الصبح. تفضل. طال عمرك الناقة صار عليها الشغل. الناقة هذه المسافة 6 كيلو متر. فالناقة طبيعة ركضها أنها تخر. ولكن لما صار عليها الشغل الناقة هي ونقدين والحلال اللي بالقرب منهن أسرعن. ما طلعت أسرعن. إلا في الكيلو ولكن الأخير. عند الأربع دقائق عند الأربع دقائق الحلامي بعد اشتغل على مصيحة وعلى الأسماء اللي كانت في المقدمة. لو ردينا الأربع دقائق في الشوط الحلامي عنده اسم وبالرغم عنيدة متواجدة من الأسماء اللي في المقدمة ولكن غامر واشتغل على أسماء اعتماده على مهمة ولكن مهمة ما كانت في يومها ولا كانت طال عمرك على ركضها المعهود منها. فلما اشتغل الحلامي على أسماء المقدمة ظهرت مصيحة بن حماد بقيادة علوه في الصفوف الخلفية مع ممكن دقيقتين اشتغل على الأسماء وكان شغله على مركز على نقدين وعلى زاخر. نعم. قوة هذا الأسمين اللي وصل على المركز الأول ومركز الوصافة. نعم. فاشتغل نعم. عليهم شغل قوي في 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 منتصف. أي نعم. هذا الصفوف الخلفية واشتغلت الشوط اللي إحنا شفناه. وش من شوط طيب. أنت تتكلم عن شوط ثاني. هذا هو. هو تكلم عن شوط. وكان طال عمرك الشوط سريع للغاية. نعم. وهذا اللي طال عمرك ولد التوقيت الأفضل توقيت اليوم في المساء. نحن نهني موسى عبد العزيز الموسى هذا طال عمرك الرجل اللي يشتري بمبالغ مليونية كبيرة. نعم. يهدي السلامات لأهالي السعودية. نعم. وأيضا الشعار الهلالي دائما متألق. اشتراها ب 4 مليون بسفر. وطايل حلامي بسفر. بسفر. ممكن اقول لك شغله بسفر سهل. انت ما قلت الحين بسالك سؤال على قولتك خلف الشاشات. نعم. في متابعين صح. نعم. انت اعطيت وجهه نظرك وهو عطى وجهه نظره. هو يتكلم عن المشاهد هو اللي بيحكم وش من شيء ما عليه. تكلم عن شوط ثاني الحين بمبارك خلاص خلاص كلكم تكلمتوا ما عليه كلكم تكلمتوا يعطيكم الف عافيه بمبارك. بالبدايه نحن مبارك لموسى عبد العزيز الموسى ومبارك لبعد اللي مضمرها اللي هو احمد مبارك من مايد الخيلي وعياله. والناقه نحن هاي ما نقلل في الحلال اللي مركض في الشوط بس احنا كنا متوقعين السيناريو هذا منها. من قلت لك انا البارحه قلت لك الناقه شايف ركضها ودائما قد العام وعام اول ما اخذ يمكن العام سيف نفس اداء الناقه. الناقه تركض وراء ويعني احنا ما نستغرب من ركاب بمبارك وعياله كل حلالهم قليل تلقى رشاب بن حمدون تنقز قدام ما تنقز دائما حالي. يعني الناقه اللي تكون وراء صعب انك انت تستفز. شو انت بتقرص ناقه في ناقه ما يستوي صح. ما تنقز ما يشتغلون على الناقه اللي تنقز قدام. نعم. مثل ما قلت من آلة بن حماد طلعت في بدايه صح. في بدايه الشوط يعني تتفق مع ابو سفر. لا انا شوف انا ما انا شو بقول شيء واحد. انا الحين
ما اقدر اقيم اللي صار. المخرج عبد الله وادي رجعنا لدقيقتين ويتكلم مبارك بس عشان يرجع الدقيقه صفر ويبدا من جديد. خلي رجعنا لدقيقتين ووضح كلام نحن زين ما عليه مبارك مبارك كلامك خلي رجعنا وبثبت كلامي انا كمل مبارك بنرجع من بدايه الشو. زين انا ببين هذه النقطه اللي ابو سفر معلي لا نحن الحين انتم ما في مشكله انتم الحين نحن ما نتخالف في رايك. شوف الدقيقة واحد خله أنا بخبر. نعم نحن ما نختلف في راي أبو مبارك ولا راي أبو سفر. نحن الصراحة الشوط كان يعني ممتع لدرجة اللي يركضوا واللي يطمشوا على الركض. نعم ركض زاخر هذا عادته يعني زاخر كي نحن نعرف الركض ما تنضغط الناقة اللي ورا ما تنضغط الشغل دائما اللي نحن نعرفه والعرب يعرفونه يستوي شغل على الناقة اللي تنطلق المقدمة. ليش تحاول أنت يعني أنت لو بتلاحظ أكثر الناس عنده اسم قدام يا أبو تميم عنده اسامي اثنين وراء احتياط يوم تكون السبوق وراء وانت عندك سبوق هاي قدام ما والسبوق لحظة قل لي لا العرب اشتغلوا قل لي لا بمبارك 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 سبوق وعند بن حمدون ما تسرقي وراء نحن ما نختلف فيها وحمدون حمدون وعياله مدام وراك لا تفرح بالشوط مرة كلام من الآخر. أنا أشوفهم ساير بالبكرة هاي سبوق يا إخواني. الناقة ما طلعت إلا في الكيلو الأخير. معناته هذا مساير مضمرهم ساير. بدون شغل. لو شغل كان طلعت من بدري. شو بسلطان أنت شو رأيك؟ انضغطت زاخر ولا كانت على راحتها لما جت الناقة سبوق وبوش اللي هو أسبق عنهم سبقتهم. صحيح. ونبونها سبوق وبوش اللي سبق لكن الليلة الناقة مستواها وايد طيب الناقه ما الشغل شوف الحين بتتضح شوف ما دعوها الناقه ما دعوها الا في الكيلو الاخير نهائي خلوا سفر يتكلم يخلص لا زاخر ما طلع ما خليت بسلطان يخلص زاخر ما طلع اسمه الا في الكيلو الاخير خلاص عطيت وجهه نظرك وهذا معناته ما استوى عليها شغل شكرا خلاص تفضل يا ابو سلطان اقول لك الناقه ركضها الليله وهذا عاده ركضها مبون الناقه تاخر وتلحق ان شاء الله استوى عليها شغل انا ما شفته في الكاميرا يقول لي يا زلمه انا متابعينها مره الريال حاضر هذا متابع والناقه بيبين اكيد عارف بيشتغلون عليها هي نجدين اسمك بوشن واكيد بيشتغل كل واحد راح مطيه بيشتغل طيب لكن الناقه عندها احتياطي وايد صحيح احتياطيها ما شاء الله مخزونها مخزونها اكثر طعم لك وانت اداء طيب وركض طيب وكل الناس مثلين انها تاخذ هالشوط نعم الستة ما 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 تصلح ما ما تساعد الدفوع نعم مسافه السته الناس تحررون تساعد هي ما تساعد تضر الدفوع تساعد راعي المسافه اما الدفوع اللي شوف الحلامي مقطوع في حديده يساعد الثمانية انا اقول اذا كان شغل في النص اشوف علي اشتغل ممكن على الحلال اللي ورا تحديد شيء من مش البوش عنده ثلاث بوش الرجال والحلام اشتغل وظهر مصيحة وطلع مصيحة قدام طلع مصيحة قدام الشوط الحين مصيحة مستلمة قيادة الشوط تقريبا من ثلاثة كيلو ولا 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 شوف مقطع لك كلامك شوف الحين الشغل نعم شوف 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 الحلال اسرع شوف المطي اللي ورا عند بن حماد نعم يشتغل عليهن وضرب عليهن والحلال اسرع شوف حتى خلت يمين زاخر عصي مغرزة ما ضرب الرجال يا رجال ناقل اللي وراها اللي وراها يشتغل عليهن حتى زاخر خلت يمين لا مضروب اللي ورا الحلال ضرب عليهن بس الحين يا اخوي ناس تراها افكار كل واحد صحيح انت الحين تبى تسبق مطية لازم الحرب خدعة صحيح ودك يعني الحين مصيحه مرشحه الاقوى هو الحين مصيحه يترابع شو هي ثالث عنده المطيه الثانيه نعم. اللي كانت مرشحه يدخلت الترشيح الريال يعني حاول انه يقدم مصيحه زين على الاقل يقول ان الناس بيرغون مصيحه وبيلحق المطيه الاخرى اليوم نعم. انت لازم يعني مثل ما قلت لك الحرب خدعه لازم تشوف المطيه اللي تقدر تستهدف او يستهدفونها الجماعه بتقدمها قدام الحلال نعم. هذه ممكن مطيه جديده عنده الحين الحلال اذا ما جديد في الساحة مثل يعني المؤسسات العملاقة عندهم حلال جديد صحيح فيوم يقومونها قدام الشوط انت الحين ما تعرف الحلال هذيد ما تعرف خيرك تلحقها يعني عيزك وتخليه شرد عنك فالحلال المطية هذه سارت فالناس يبغوا يستنزفونها هو قدم الحلال ممكن انه عنده بعد خيارات الريال عنده افكار ريال مضمر ما تكلم عنه لكن الريال عنده ثلاث وسائل عنده ثلاث مطايا ثلاث كروت
حرق الكرت الرئيسي اللي عنده، لكن ياب المطية الثانية ثالث صح. وحاول انه ياخذ الاول، وعنده عدة اسماء نعم. ابو فزاع نعم. فلما اشتغل اشتغل علي بن سعيد الزرعي شغله كان عند الاربع دقائق وممكن ونص منتصف، فلكن لما اشتغل كان من صالح زاخر صح. ان زاخر تتقرب من المقدمة هي نعم. نعم الريال راعيها ما بيضربها صحيح انه بيكلمها، ولكن اشتغل عليها علي أسرعت زاخر تقربت من المقدمة. اشتغل الحلامي أيضا مع الأربع دقائق أو خمس دقائق قاصر من الخمس دقائق، اشتغل الحلامي طال عمرك على المقدمة وسرعت مصيحة واستلمت المقدمة كلها مغروزة. والحلال اللي وراي خابة ولا حرك شيء، وهذه الناقة اللي في الزاخر ما حولها حد، لا حولها، والناقة يوم اشتغلوا عليها خذت يمين أسرعاً وخذت يمين. ولو نعم. قلنا أن كلامك صحيح فرضاً يعني أنا كلامي صحيح تابع عنه وعنقر، اسمع لو قلنا أن كلامك صحيح أن الناقة ما استفزت نهائي، الناقة ما استفزت ايه ممكن أنا أقول لك من صالحها، من صالح الناقة واشتغلوا عليها من صالحها. طيب بنغير عن شو؟ طيب خلاص لا لا ابو سفر، انت المفروض يوم تحلل كذي تكتيكي لازم تكون في الميدان. ريال هذا غلبنا راح الميدان حتى ولو الميدان وتابع زاخر عن قرب ممكن الحين خلاص اسمعنا ناقه ما تطلع الا في الكيلو الاخير ونقول انها استفزت وطلعت انا ضربوا عليها وصار من صالحها، معناته هم اللي يسايرونها عشان يطلعونها خلوها تاخذ السيف، ما بصحيح الكلام عندك. لو انضرب عليها صحيح لو كلامه يعني مبارك ابو فزاع يعطيكم الف عافيه الله يعني. طبعا اختلفت الآراء ولكن بالأخير اتفقوا، هم اتفقوا على أن زاخر بتسبق اليوم يومها في كل المقاييس. نحن رشحنا بوتمين، نحن مرشحين الناقة نهار ما شفنا ركضها في قطر نعم. نحن ما نرشح لك ناقة غير نحن متأكدين شو ماضيها طبيعي والماضي يعني والماضي العام الماضي، وحتى ركاب بن حماد نهار اللقاية قلتكم يا أخواني ركاب بن حماد المركاب هذا المهرجان هذا أقوى مهرجان الوذبة، وأنت كنت عندك خبر والكاس والشلفة في رصيدها العام. شفنا المنافسة كيف كانت حاضرة قوية، اختلفت الآراء ولكن تتفق بأن زاخر تستحق، وألف ألف مبروك والناموس سلامات بالتأكيد لعبد العزيز على هذا الانتصار وعلى الهلالي. السيف أنا ما بتكلم، انا ما بسولف، ما اقدر اسولف يعني. اليوم يوم سيف يا اخوان يا اخوان، كل احنا في استوديو تحليلي ترى الريال مستانس يعني، تداخل اصوات المشاهد ما يقدر يسمع يعني لا لا مش هذا، انت بعد يا ابو سفر ويا ابو مبارك يعطيكم الف عافيه على تحليلكم، ولكن خلوني اتكلم وانا اوجه السؤال وانتم تجاوبون. توكل على الله. اكيد نروح لثالث الاشواط مشاهدينا، ايضا شوط كبير شوط الجهضم اللي اهدى البندقية أكيد لمانع علي بن حماد. طبعا مانع علي بن حماد له شوطين من الأربع أشواط، ولكن سنتحدث عن ثالث الأشواط الجهضم. متفضل يا أبو سلطان. أنا هني علي بن حماد وعياله على فوز الجهضم، وهني علي بن سعيد الزرعي. الجهضم هذا بعيد معروف سابقه، سابق في الوثبة ماخذ الرمز واللي للسبق وبعد ومتمكن، وسابقه أقوى وركضها أقوى، لكن الشاب اليوم عليه هو بيتيم غير التيم هذا اليوم الهواء ما شاء الله نعم. شاب هو عليه شوف سير الشاب والإعلام البعيد هذا سبقه ما يختلف فيه اثنين نعم. العام طاع عمرك عاد له منافسه في الثنايا ومكان السنه، طاع عمرك ما شاء الله اداه طيب وركضه طيب، ورشاب بن حماد طيب ما شاء الله عليه واداه طيب ونافعتنا الضخيره بوش مخورات هاي نعم ما شاء الله. العام جديد ركض ما ركض العام، وهاي شوف الضخيره ما تضر، شوف رغم الزمول اللي وياه زمول سبق لهم مستوى طيب، لكن البعيد شوف ركضه حتى ركضه غير عن الزمول نعم، ركضه خفيف ما شاء الله واداه طيب وركضه طيب. وبن حماد طاع عمرك انسبق يلام على السبق، مشاري ما توجف الريال يشتري ما شاء الله، يشتري مبالغ كبيره ويشتري اعداد، اعداد عنده ما شاء الله. لهذا يشيل الهدف، الهدف الرمز يجهز نفسه نعم. للرموز نعم. نعم الهدف الرمز نعم، انه يجيب الرمز نعم نعم، والرمز يبقى ضخ مبالغ فيه نعم، هذا ضخ المبالغ. شوف الموسى ضخ البيزات في الرمز الليله، كم يسوى الرمز هذا الليله نعم، يحمل اسم الشيخ محمد بن زايد طال عمرك ومن دولة الإمارات طال عمرك نعم. هذا كم نعم صحيح. هذا 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 رده 20 سنة ورا هي نعم، اللي بيطعمك الرموز هاي لازم يضخ يضخ مبالغ صح هي نعم، وهذا اللي قاعد يصير هي نعم، وهذا هذا خاصة مع هذا الشعار شعار حماد أيضا أربعة نجدين، المسلم بكم أخذ لنا نجدين يعني نجدين أخذ لنا مبلغ كبير صحيح حق هذا الشوط، وهذا موقعها شو يعني الغيمة، الغيمة لها دور
ولا ليش 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 مرفوع قيمته؟ شو اسمه رفع القيمه؟ رفع القيمه السبق. نعم صحيح، سبقه اللي يرفع قيمته، دخول الجهضم في هذا. شوف دخوله ما شاء الله، دخوله دخول اقول لك الجهضم العام ما شاء الله. اذكر له هذا طيب، هذا بعيد بن قذله طال عمرك وياه، ومنك بعيد بن غدير. نعم. بعيد بن غدير من اول المرشحات ما شاء الله. نعم القسام زمول كل اللي مستوى طيب، واللي هو الرموز بعد لو ترجع سجلها سجلها كلها رموز صحيح، وثاني على رموز يعني. نعم نهني معالي علي بن حماد الشامسي ابو مانع على هذا الفوز والانتصار، ولهيب غريبة على هذا الشعار، حصد خمس رموز في هذا المهرجان دليل على قوة هذا الشعار. خمس رموز هو بهين في المهرجان على قوة هذا الشعار، يعني في كل سن خذ له رمز، فاليوم في الزمول خذ له رمزين. الجهضم هذا البعير ما اختلف عليه اثنين، صاحب رمز الكبرى في هذا الموسم، في الموسم الماضي اعتقد يا رابع يا ثالث في ميدان المرموم في الختامي، ومشاركاته قوية ومشراي بقيمة أعلى عن المليونين، ومشاريع من المملكة العربية السعودية في ممكن مهرجان الطائف، والبعير هذا سبوق ورئيسي، لكن المطية تيها صواديف، لكن البعير هذا ثابت وجوده في المهرجانات، وهذا دليل على قوة المشترى. علي بن سعيد الزرعي اختيار موفق كان للشوط مع حمد بن هدي الشامسي، خاصة أنت اليوم تشتري لك مطية نوعية سبوق تشتريها بمبلغ عالي، هذا المبالغ مثل ما قال أبو سلطان الراعي الحلال ما بيعطيك مطيته بلاش. نعم. خاصة إذا هي راعية رمز، الإنسان اللي ضمر مطيته وعرفه وعنده كواليتي منها وعنده ثقة منها ما يفتش براحة. صحيح. إلا إذا المطية تشوف أنت تبى تخلص منها، أما المطية السبوق النوعية العدلة مثل جهضم وغيره، هذا الجهضم اليوم قدم عرض ممتاز، كل المرشحين نجموا على أنه يكون يعني نجم نجوم شعار بن حماد، فنبارك لهم ونهنيهم. نعم أكيد استاذ، هذا اختيار الطيب. نعم كيف شفت الشوط يا أبو مبارك؟ الجهضم ما شاء الله، شفنا يمكن ايضا تغيير المراكز وتقدم من الصفوف المتوسطه. اول شيء في البدايه نحن نحب نبارك لابو محمد علي بن مانع علي بن محمد بن حماد الشامسي ومحمد بن هدي، واللي مطي البعير هذا ومن اشتراه ومن تنقاه. البعير هذا ركضه في ابو ظبي، اليوم ركضه أقوى عن ركضه اللي في بوظبي. بعيد هذا متميز، والبعيد هذا أنا أتوقعه من أقوى الزمول السنة اللي عندنا اللي لاحظنا عليه في الركض. نعم. يعني في الركض في بوظبي وهني في رأس الخيمة، بعيد هذا ما له منافس، يعني ما له منافس بعيد. يعني رقم صعب هالموسم. رقم صعب جدا، وارتشاب بن حماد أركضا وبو تميم خمس رموز في مهرجان واحد مو بسيط. صحيح. يعني يبين لك أن حلال بن حماد اختيارهم في الحلال طيب، أن بو محمد أن ضخ مبالغ كبيرة، والجماعة اللي المظلة اللي شغالين تحت بن حماد مثل حمد بن هدي والجماعة كلهم والممطي علي بن سعيد بيض الله وجههم. نايس. وصلوا شعار بن حماد المستوى هذا. نعم. هذا المستوى ترى مش بسيط، مو بسيط يوم توصل، بس الصعب انك انت تثبت تحافظ على هذا المستوى. صحيح. هذا تراه يبقى ضخ يعني مبالغ يعني اقوى عن الاول. نعم. لانك انت تتم على المستوى هذا يعني صعب. دائما التجديد يا ابو مبارك. نعم. تجديد الدماء والمشتريات مثل ما ذكر بسلطان هي اللي تقوم هذه خلينا نقول العزبه اللي تكون دائما في مقدمة الركب. صحيح أبو تميم، المشتريات الكثيرة وتعزيز العزبة بمثل هذه الأسامي هذا هو اللي يبين اليوم نشوف تألق هذا الشعار شعار معالي علي بن حماد الشامسي ونقله مانع، المشتريات الكثيرة والإدارة المميزة والمضمر أيضا المميز علي بن سعيد الزرعي، فنشوف اليوم هذا الشعار يحصد خمس رموز من هذا المهرجان، مع أن كل سن له رمزين. شوف الرموز كل سنة رمزين، ويوم ليلة الختام أربع رموز، يحصد خمس رموز من هذه الرموز، فصراحة حصيلة مميزة عددية كبيرة يحصد، فهذه لم يأتي من فراغ، يأتي من الدعم الكبير والمشتريات الكبيرة واللي من معالي علي بن حماد الشامسي، وأيضا الإدارة المميزة بإدارة حمد بهدي الشامسي وأهدي وأنجالة، وأيضا المضمر علي بن سعيد الزرعي المحتكر اليوم نشوفهم ما شاء الله يتألقون يقدم
قدموا لنا القهضم ما شاء الله من احد الاسماء اللي شفنا لها ظهور في جائزه زايد الكبرى بالبندقيه والشوط المفتوح. اليوم يضيف ايضا الرمز الثاني في رصيده في نعم البندقيه في ثاني مهرجان يعتبر. فنهنيهم ونومس لهم بمناسبه هذا الفوز وهذا التالق ايضا. نعم تفضل يا ابو السفار. هني معالي علي بن حماد ومانع بن علي بن حماد على اختيار هذه النوعية من الهجن ومن الركاب الطيبة. البعير ذا ما شاء الله تبارك الرحمن اللي شدني فيه قد شفناه احنا بعد مقيض وفي مقيض وبعد وفي ركض مو من نوعية البعارين اللي تشيل لحم وترجع تجهزه من جديد وتخفه لين يجهز. البعير هذا ما شاء الله ما يشيل لحم بنيته كذا طبيعته كذا. وفي حين اصدار الاوامر عليه ويكون يعني البعير طربان يقدم عرض مثلا كان له شهر شهرين من شهرين وفيها ما ركض هو مستعد يقدم عرض. قد شفنا له عرض طيب في اكثر من مهرجان. نعم. اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن من تلقى الاوامر كان سبحان الله يعرف خط النهايه وين كان يعرف المشاركين اللي معه كان يعرف الشوط وش اهميته. سوى عرض طيب ما شاء الله مبارك للمعالي والمانع علي بن حماد على هذا اختيار النوعيه الطيبه من نعم. ركاب الطيبه. وانا نعم قدير بالذكر ملفت اللي حل على المركز الثاني المنصور بن سعد بن قذله من الاسماء القويه حل وصيف عليه في الوثبه. نعم. واليوم نافس منافسه قويه وايضا حل وصيف صاحب رمز في العام الماضي ووصيف ايضا الختامي فما شاء الله من الاسماء. نعم. القويه اللي يمتلكها منصور بن سعد بن قذله وادى دور يشكر عليه يستاهل وفال التوفيق ان شاء الله في اكيد المهرجانات القادمه. مشاهدينا الكرام ايضا نذهب الى ثانيه الاشواط اللي كان من نصيب سعيد راشد بن غدير السيف الفضي هنا وهقاوي اللي أهداه هذا الانتصار وانتصار مستحق وهذا الرمز الغالي أيضا بسلطان. شوط أيضا قوي من هقاوي. أنا هني سالم بن راهيد ومحمد وحمد وعلي وسعيد على فوز وهني المضمر الحميدي على هذا الفوز والناموس والناقة هاي من الانتاج. نعم. هاي يحسب بعد سبقها غير الناقة من الانتاج بوش بن غدير هاي من الام والبو فالاداء ما شاء الله طيب وهشم عدان وهذا هو غريب على هقاوي طبعا العام هقاوي مخدم رمزين اظن ما شاء الله. نعم في سن الثنايا. نعم والسنه ما شاء الله تعيد امجادها وتعيد ركضها الطيب رغم الخله اللي في مهاته بس هي حدث الخله. نعم. السبق اللي فيها بارش فيها ولا الشاب الردير كلها ما ظهر بالمستوى المطلوب. نعم لكن طال عمرك هي يمكن شويه بصل يمكن ما بسلاله شاهين سلاله شاهينيه ما سلاله ما عنده شاهينيه مره. نعم اقول لك الناقه هاي ادتها اداء رغم خلت ماته. نعم بوش سبك عند بوش بالغدير هالمستوى اروع السيوف والزمور زمور رموز لكن ما ظهر بالمستوى المطلوب فهذا بوش الله يعلم شو عندنا مشكله خله. نعم اما طعم مرض اي شيء مشكله شيء لكن الناقه هذه رغم الخله اللي في ماته هي سترت على الخله. ما شاء الله. نعم ودت وسلاماتنا هالبرغم مسيهم بالخير والشعر هذا معود انهم على الفوز بالناموس. نعم نعم تفضل. اول شيء نومس لسعيد بن راشد بن غدير واخوانه لان هاي البكره هي ملك لسعيد بن راشد بن غدير براشد يستاهل واخوانه الفوز والانتصار. هالي مرغم هقاوي طبعا هي من الانتاج مثل ما ذكر ابو سلطان هقاوي صاحبه رمزين وثالث على الرمز وثاني على الرمز والكثير من الانجازات اللي يعني حصدتها مع شعار بن غدير ذلول طيبه ذلول الدار ومشاركاتها في كل المهرجانات وعندما تشارك اكيد انها تترشح بقوه لنيل الفوز والناموس سواء كانت في شوط الانتاج او في الاشواط المفتوحه. اليوم شاركت في شوط المحليات الاصايل وانتزعت السيف الفضي المهدى والمقدم من مهرجان ابو خالد الله يحفظه ويطول عمره. مشاركه هذا المهرجان اليوم ما يت عن عبث من كل المشاركين. نعم. قال ابو سلطان بان يمكن العزبه فيها درب لكن شيء من الحلال يستر الخله. نعم شيء من الحلال والسبق مبروكات يعني في كل وقت وكل حين تلقى يعني جهوزيته ولا حتى مشاركاته ممكن حتى لو فيها خله لكنها تستر الخله تسبق رغم وجود الحلال الباجي في العزبه كله ما اعطى يعني اليوم حلال بن غدير ما اعطى الصوره اللي معروفه عنهم نهائي
يعني معروف ان شعار مغذية اليوم يشارك اقل شيء رمزين او ثلاثة او رمز وثاني ثاني على الرموز. اليوم في هذا المهرجان ما شفنا غير البكر هاي او الناقة هاي اخذت رمز. هذا دليل صحيح. في بيت قال لنا بالكريني نعم الله يذكره بالخير على الصحة والعافية امين امين يقول تسلم اللي ترسم العادي العادي ليه تفري الضيج وتفله فله ليه لها عادات وتلادي ما تفشلوا على خلي طبقتها قاوي نعم تسلم اللي ترسم العادي ليه تفري الضيج وتفله ليه لها عادات وتلادي ما تفشلوا على خلي اشهد انه صادق اليوم ما شاء الله شفناها قاوي استرت الخله. شوف العزبه هذه من بدايه الموسم نحن ما شفناها بمستواها المعهود رغم النوعيات المتواجدة معاهم، ولكن يمكن العزبة تراها الحلال هذا أمراض ومر بوعكات صحية ويمكن طال عمرك اليوم شفنا أسامي قوية دفعوبها، ولكن هقاوي ما شاء الله عليها استرت الخلة مثل ما قال أبو سلطان وانتزعت هذا السيف الغالي. صاحبة رمزين أبوها شمعدان وختها قبلها طال عمرك لها عادة في السيوف، ختها مرموقة اللي تأخذ سيف ولي العهد أول سيف ينحط في المرموم مهرجان ولي العهد ختها مرموقة. بوي ذلك يوم بطحة يوم تي يتعم جراها اي والله نعم ما صحيح. في جنب فطال عمرك سلالة سبق له مجرى اي والله سلالة سلالة هقاوي سلالة طيبة وختها قبلها ما أخذ السيف وهي طال عمرك اليوم تضيف السيف في رصيدها مع الشلفة ومع الكاس اللي انتزعتهم في العام الماضي. فمن الأسماء القوية اليوم اللي شفناها الضبي لسعادة محمد سلطان المرخان اللي شوفها في مقدمة الشوط، مطرة اللي على المركز الثاني تعرقلت. اللي تعرقلت وصار لها اللي شافها الجمهور وإن شاء الله أنها الحمد لله على سلامتي أمي سالمة وسلمانة الحمد لله. فطال عمرك الهقاوي ما شاء الله عندما أصدر عليها الأوامر مضمرها الحميدي بن سالم العمري اللي نهنيه اندفعت اندفاعة قوية أهدت السلامات لهالي مرغم وهالي زعبيل وهالي ند الشبا. فنهني نحن سالم بن راشد بغدير ومحمد بن راشد بغدير وحمد بن راشد بغدير وعلي بن راشد بغدير وسعيد بن راشد بغدير المحنك راعي هقاوي يستاهل هذا الناموس والفوز. منافسة قوية صارت ما بين ثلاثة أسماء، ولكن هقاوي هي من استطاعت أن تظهر بهذا الرمز الغالي وتهدي لأهالي لأبناء راشد بغدير. الهقوة صح الهقوة التوري والله يا أبو سلطان خذتها بقول الهقوة يت عليها صح تفضل يا أبو. أولا نهني عيال راشد بن غدير سعيد ومحمد وإخوانه على عودة مستوى الحلال، وهذه بشارة طيبة للمهرجانات القادمة. هقاوي اليوم تمركزت في مركز ما يجي في المركز هذا إلا واحد يعني راعي ركض وما هو لا مغامر ولا شيء في رصيد. مو راعيت المركز هذا. نعم في رصيد سيوف ورموز ما رقب ناقة بن مرخان ورقب مطره كان وراهم التزم الهدوء. كانت بكرة بن حماد كانت في الخلف وتضرب في استفزاز. لا هقاوي جاي من خلفه. نعم. صحيح. فحركها في نهاية في 500 متر الأخيرة طلعت هقاوي طلعة طيبة وسوت عرض طيب ما شاء الله تبارك الرحمن. والله يعوض الخيالي على العرقلة اللي صارت. نعم. والحقيقة هذه بشارة طيبة الجمهور مرغم. على العودة الطيبة. نعم. فيها أغلب الجمهور اللي يقول ممكننا في وعكة ممكننا في دروب ممكننا، لكن هذا أنا زي ما قلت أمس تجهيز الحلال ممكن تأخر في تأخير شوي. صحيح. وإن شاء الله بشرة طيبة. نعم. يميز المهرجان هذه العودة ما شاء الله. اللي كانوا يتبرونها أكيد يا أبو مبارك. نحن في بداية نحب أن نبارك لمحمد راشد وإخوانه، ونحن شعار مرغم يهمنا. صحيح. ويهم جميع المحبين، لأن الشعار هذا من أفضل الشعارات اللي مثلت الدولة خارج الدولة وداخل الدولة. نعم. يعني ما يعني صحيح. يهمنا مستوى حلالهم، ويهمنا أن يكون إرشابهم من لأنهم يقتنون يعني نوعية ما بسيطة، يعني حلال في كل سنة نحصل يطلعوننا مطية سبوك، ويوم أنت مثل حلال مرغم يعود على مستواه اللي موعوده منه انت تفرح. نعم. يعني كنا نحن فرحنا يعني حلال بن غدير يهمنا لان في بعد فيه فيه في 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 مهرجانات قادمه وفي تمثيل الباب بعد يمثلنا مثل العام ما يخلي خلاص يعودنا خلاص ياخرون عنا. لا نحن مهتمين بالموضوع هذا، والشيء هذا بشاره يبشر انه
أن هالمرغم إن شاء الله أنهم عايدين مثل الأول وزيادة. هي كل ما ترجع هذه الشعارات لمكانها وترجع للمنصات ولي هني أنت تستبشر خير بقوة المنافسة لا زالت مستمرة واليوم نشوف شعارات جديدة يمكن تدخل وتيب له، فأنت هني تعرف أن هذا الدعم المستمر من أصحاب السمو الشيوخ تعطي بهذا الناتج. اليوم الشيوخ لما دعموا لهذه الأسباب صحيح. اليوم هم يبوا ينظرون يشوفون هذه المنافسة، هل الركض هم مستوينا فيه وهلنا قبلنا وهلنا يعني الركض ما يدوم الحد، لو يدوم الحد ما حد يرضى أحد، ما حد يرضى أحد، لو يسبق ما حد يسبقه، ما حد يرضى أحد، لكن هذا الركض طعمك وهذا الشباب خلت ناقتي أنا يصيبك أنت. نعم التمركز اللي قلت لك ناقة مرخان اليوم أدت أداء طيب نعم وركض قوي ركض اليوم نعم هذا التمركز ما شاء الله وركضها وصحتها طيبة نعم. واللي يميز بعد هذا المهرجان ابو تميم اللي شفناه من سن الحقائق لين وصلنا سن الحول، الانتاج ياخذ الرموز في الاشواط المفتوحه مثل ما شفنا الظبي لحمد بسهيل الخيلي نعم. شفنا جميله بن رشيد واليوم نعم. نشوف هقاوي نعم. تظفر بالسيف في اشواط مفتوحه، فهذا اللي ليش نعم. جميل جميل وبعير بغنام تميز هذا المهرجان بتألق الإنتاج في الأشواط المفتوحة. ترى نعم. الإنتاج أشواط الإنتاج دائما هي تكسر التيم ودائما تدري ليش هي أنا أشوف إنها أنا بسأل مفزاع سؤال أنا تعرف ليش ضحكت من أنا توني ضحكت حسيت إن كل ما يسولف سيف لازم أنت ترمس والعكس صحيح إذا أنت سولفت لازم سيف يرمس لا أنا اتفقت صح تتفق يا أبو فزاع لا أبو تميم بعدين برا أربعة لهم أربعة حتى في جديد أربعة يعطيهم العافية طيب اسمع بقولك شيء بقولك إذا كان فيه ملاحظة يودني إن المحلل إنه يوضحها يوضح للجمهور الملاحظات خلني اقول لك مثل كلام الحين انا عندي ملاحظه شيء بقول زين خلوه يقول كلام الحين اشواط الانتاج هي اكثر اهتمام من المالك يحبها اما الاب والام عنده او ان الام عنده وغاليه عنده فتكون محافظ يبي يشوف انتاجه محافظ عليها اكثر يوم تدخل في الشوط هي تكسر التيم نعم وهي تقدم العرض نعم شفناه ويوم انحدوا على الاشواط المفتوحه شفنا العرض كله من الانتاج نعم. صحيح ليش انا استغرب من المحللين ولا من الجمهور يقول كيف الانتاج يسبق المفتوح انتاجهم كلهم ملاك هجن نعم. لكن هذا اغلى عندهم عند ملاك الهجن نعم نعم يعطيهم الف عافيه واكيد مشاهدينا يعني علي بن حماد واكيد الناموس ومانع علي بن حماد على هذا الانتصار أيضا يمكن من خلال الأربع الأشواط الرئيسية نتحدث عن شوطين يأتي مع الشملي وأكيد يعني تقديم أكيد الشداد وأكيد افتتح رموز اليوم بهذا الشعار يا أبو سلطان نعم هني وبارك له مرة ثانية على فوز الشملي ما شاء الله والشملي أدى طيب وركة طيب طال عمرك الحين هذا بعير بن غدي اللي قدام طال عمرك من روح جدا هذا عادي تركضها بعيد نعم نعم الزوالي ولكن طال عمرك الشملي وصل في الأمتار الأخيرة وخذ المركز الأول بجدارة طال عمرك وداء طيب ومطيب بن حماد ما شاء الله كما يالها مركاض بي مركاضها أقوى نعم أن بوش مريحات يتن فترة ما ركضن وعدادهن في الوقت المناسب والوقت الحين هذا وقت الركض نعم هذا صحيح. الشهر وهذا الشهر واحد هذا زمة الركض بتشوف توقيتات فيه خيالية ما شاء الله إن شاء الله يوم مهرجان وليد عهد عندنا هني الركض بتشوف زمة الركض بتلقاه هني أن طعمك الرجاب وقت مناسب نعم والجهوز في زمة جهوزا وما شيء مطيه بجهاز وما باقي لنا شيء على وليد لا ما شيء مطيه بجهاز الحين إلا مطيت ضالع ولا مطيت مريض وفي صنع ركض أما مطيه اللي في صنع ركض وسيره وياه جاهزة نعم 100% صحيح باصلات الجهوز رجاب 100% يعني ما جاء مطيت توه بقول باجي عليها يعني تبالها فترة رجاب مستعدات مركاض محمد حمدان بن محمد الله يطول عمره مركاض ولي العهد هذا بيجي في وقت مناسب في شهر واحد شهر واحد زمة تركض الرجاب نعم يعني خلاص من ركض هذا عملك ما جاء مطيت بعد بتقول اللي كان مطيت مخرنها ضلع أو مخرنها مرض عن الركض أما مطيت اللي صاحي جاهزة نعم نعم بشوف منافسة بشوف توقيتات وركض طيب نعم تفضل بفزار نكرر تهانينا القلبية إلى مالك الشملي مانع بن علي بن حماد ووالده معالي علي بن حماد أخوه على هذا الفوز والانتصار والقائم على هذه العزبة حمد بن هدي الشامسي
المضمر علي بن سعيد طبعا الان اصبح مرتبط ارتباط وثيق مع هذا الشعار. هو حمد اللي قائم عليه العزبه. نعم. هدي نحن نقول هدي سعيد. يستاهل ابو سعيد هو راس. نحن نقول الله عنده هدي وبعيره. يلا هذا زين. هو بعيره لا بعيرين يا يستاهل ابو سعيد. هو ممكن كان سبب عن ظهور مع شعار بن حماد لانه عندي عنده حلال طيب. نعم بشره هذا. نعم وانجازاته كبيره و وحلاله دائما متفوق. نعم يستاهلون. هذه النقطه الثانيه. بعيد الواحد يسميها كل سلوت شاهين يا ولد الحبيب. صياد. نعم كم سياره. نعم. عياله يعني عنده انتاج طيب. فنحن نقول اليوم شعار بن حماد في الكبار قدم يعني عرض ممتاز. كانت نتائج مرضيه لمالك الشعار او المضمر او من يدير هذه العزبه. فنحن نهنيهم على اختيارهم اول شيء وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. هم يدفعون ويحصلون حلال طيب ويستحقون دائما الدفع للمراكز وللنواميس. ما يغلى على كل مالك لان مالك الهجن اليوم مالك الهجن يبغي الناموس والناموس ما يجيب راحه. الناموس ما يجيك بلاش لازم تشتري له وتعد له. الزمول اللي عندهم ما قصرن وبن قعود بعير محمد بن غدي محمد مرخان وكذلك بعير غصاب رعطيرة هذيل أدى أداء كبير في المنافسة. شو البعير هذا حمد اللي هو 44 واستطاع أن ينتزع الناموس. ما سمعتك حمد. مو بعير يا ثاني هذا رقم 44 والله موجود اسمه حاضرين. والله هذا بعد هذا ما قصر مشاركة. نعم. كبيرة ما قصر وما قصر لكن من بعيد لحق. في النهاية أنت تتكلم عن حلال يعني يكون جاهزيته ممتازة. وهذا البعير هذا عالي محمد بن سعيد. نعم محمد بن سعيد خلف رميثي حصل على المركز الثاني. فالزمول كلها تقريبا هذه في موقف واحد. احنا نهنيهم ونبارك لهم واختيار مشاركة طبعا له دور في من المضمر او من يدير هذه العزبة. نعم نحن نهني بن حماد نزيده سلام العاصمة بولبي وبمانع يستاهل وانا بشركم بعد مركاض اللي جاي الريال عنده انا طلعت الروابط عنده بعد ستاف بعده ما شغلوه مركاض اللي جاي جهزنهم حق ولي العهد. انا ما في اتصال بيني وبينهم بس انا اتوقع لاني شفت حلال مركض عندهم صح. يعني عنده مخزون بو جايتلك معلومه انت. لا ما يتني معلومه بس شفت ركض رجابه انا ما يهري ولدي ما بس مره وسعوده كلمه مساعه هدي قال ولدي الحين حاوطنا السيف قلت ابشرك ابو سعود السيف بتيبه مبشر قال نعم انها بتيبه استانس ابو سعيد الله يوفقه ونحن العرب ذي تربطنا بهم علاقه طيبه وهذا ابو سعيد يمكن ابو بطي يذكره ايام ند الشبا الريال هذا ما يخلي بعير ابو تميم ما ينبخ له ما شاء الله مره حتى يعني ريال مهتم ما من اليوم وامس ريال قديم في الركض نعم وادارتهم زينه والحمد لله الله وفقهم الله يوفق كل والعرب اشتروا شوف الانسان اللي اشترى يوصل نعم. والتوفيق عند رب العالمين في البداية يستاهلون. نعم. وأكيد فرحة مستحقة على السريع. مرحبا يا أبو سفر وأبو مبارك. أنا خليتكم آخر اثنين أنكم تتداخلون على بعض. لا تقاطع اسم لي طال عمرك من البعارين اللي عجبني شكلهم هم من البعارين اللي تجيك كبار ولا ثقيله ولا اذا شفت كلهم عيبوك. لا مو طبيعي ما يسبق الا الخفيف اصلا ما يسبق الا بعير يعجب الجمهور صح. اللي اقشر ولا بعير مو بزين ما يسبق ترى حتى لو ما بين اقشر هذه ما في كلام كلنا لكن فيه مميزات ابوي فيه مميزات في بعض البعارين فيها مميزات. بعير اللي اليوم ركض ما شاء الله تبارك الرحمن صحيح شكله اذا شفته تحسب انها باكره ثني ولا بكره ولا من الشكل وقطعته. البعير كان في البرد اليمين يركض منخاري. هذا دائما البعير يركض من ولا الناقه تركض من البرد اليمين يكون عليها ضغط اكثر ودائما ما تترشح في اثناء الشوط اللي يتابعون يقولون ما يعطونها يعني نعم. نسبه اكثر. فالضغط محظوظ الشملي يوم انه جاء من على البرد اليمين الضغط جاء في العرب اللي جاي نعم. في البعير اللي قبل شوي ذكرناه العالي نعم. وبعير بن مرخان صحيح. والبعير الثاني واب الغصاب على الطير واب الغصاب نعم جاء نعم. بينهن الضغط استوى بينهن
كيف اشكالها شفت كل الاربع زينات؟ اي نعم، لكن البعير ذاك يعني جات من حظه، والبعير سبوق اصلا انهى نهايه غير عن قطعه اللي احنا تكلمنا عنها. ومبارك لبن حماد على هذه المشتريات اللي تطرب الجمهور يوم يشوفها، يطرب لها للشكل لون وعون. يعطيه العافيه اكيد بن حماد ويستاهل. تفضل. يستاهل معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي، نهنيه مره اخرى بمناسبه فوز الشملي. ما شاء الله كل الاسماء اللي دخلت منافسته قويه ولها ماضي ولها حاضر. وهذه الاربعه اللي ما شاء الله وصلا. الشملي ترى فاز بالرمز وعن قداره، ولكن المركز الثاني والثالث والرابع ايضا قدم دور شكرا عليه. وابو الغصاب راعي الطيره، نسناس، سعد محمد سلطان المرخان، وايضا شعار الرميثي اللي شفنا ايضا قدم عالي بمستوى مميز. فكل هذه الاسماء نافست منافسه قويه، ولكن الشملي استطاع ان يظفر بالرمز الثاني ويهديه لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي. هذا الرمز الاول. نعم، الرمز الثاني في المساء يعني رمزين. نعم صحيح، هو يعتبر في التعداد كأول رمز في الأشواط. صحيح. نعم. والرمز الثاني مع الجهضم، ولكن رمزين اليوم في حصيلة ابن حماد. نعم يستاهلون أكيد، وألف ألف مبروك للفائزين مشاهدينا من خلال يمكن سباقات اليوم المسائية. فعلا يعني سطرت منافسات كبيرة، وكل من كان يستحق هذه الرموز أخذها وعن جدارة. أما الآن مشاهدينا دعونا نعيش أجواء الفرح مع الفائزين في عزب الناموس بعد هذه الإنجازات الكبيرة. نتابع. يا سلام يا الموسى، يا سلام يا الموسى، تهانينا لأشقاؤنا في المملكة العربية السعودية على انتزاع زاخر 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 بالشعار يا زرق، بالشعار العالمي، بالشعار الكبير، صاحبة الرمز في العام الماضي تنتزع الزين. هذه الزاخر صاحبة سيف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تعود ملكية العبد العزيز بن موسى بن عبد العزيز آل موسى. سلام يا أهل المملكة، سلام يا أهل الرياض، سلام يا الفيلسوف يا المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. ينتزع السيف بزاخر ناقة الموسى عبد العزيز بن موسى بن عبد العزيز. هذه المسيرة، مسيرة زاخرة صاحبة السيف اليوم في هذا الختامي، ختامي مهرجان أبو خالد. ما شاء الله، ما شاء الله على زاخرة صاحبة العوايد صاحبة الإنجاز اليوم حظت على السيف. سلام الزاخرة، سلام 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 سلام. نلتقي بجمعة بن محمد بن مايد الخيالي، نقول لكم الناموس. مساء الخير يا أبو سعيد، الله يطول عمرك، وهذا ناموس جديد. ما شاء الله على زاخر اليوم أداها مميز مثل ما عودتنا العام الماضي. الحمد لله، هذا توفيق أول شيء من الله. نعم. والحلال كله سبق الشوط، وشفت التنافس اللي عند الحق. نعم. ولكن هناك فرق التوفيق من الله، ولا الحلال كله مستوى واحد، الحمد لله عليه ما هاي رح يمانه. ما شاء الله أداء حزبكم واللي تحت إدارتكم، نحن شفنا نجاح ما شاء الله ميدان الشحن. الحمد لله نجاح سبوق. نعم. وزاخر سبوق والحلال سبق، يوم توفق بالسبوق تسوي مثل هذا وفق. السعودية سلام سلام عبد العزيز بن موسى الموسى سلام سلام المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي سلام سلام زاخر سلام. هل
البندقية البندقية الشداد روح به مع أيضا الشملي البندقية مع الجهضم 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 يا بن حماد روح جماهيرك محبينك يا عدي يشجعونك الرمز الخامس الرمز الخامس الرمز الخامس لمانع بن علي بن حماد الشامسي بقيادة علو يطشف الشوط من قوة بسالة حضرت هجن وصلنا إلى عزبة معالي علي بن حماد الشامسي شوط الشداد مع الشملي مانع بن علي بن حماد الشامسي شوط البندقية المفتوحة مع الجهضم مانع بن علي بن حماد الشامسي بقيادة علو علي بن سعيد الزرعي نقولكم الناموس يا أبو سعيد الناموس ناموس يا مانع ناموس ناموس ما شاء الله على أداء هجن بن حماد أداء متميز في كل مهرجان وفي كل مناسبة اليوم تحققون الرمز الخامس ولا الرابع في هذا المهرجان الخامس الرمز الخامس ما شاء الله على أداء الهجن طيب نقولكم الناموس حج خير من الله الله يعطيك خير وطولة عمل يا رب العالمين ويبارك لك ويطول من محمد بن زايد أخوانه يا رب العالمين آمين حاولتوا على السيف بس حاولنا السيف نعم. لكن عاد فرط علينا فرطة نصيب نصيب نعم لكن الشيء بيد الله سبحانه وتعالى ما أنا نقول لك الناموس خير ما شاء الله إنجاز من إنجاز إلى إنجاز الحمد لله. علي بن سعيد الزرعي ما قصر بخون مبارك نعم ومبارك جهز وعد ولا قصر أنا رجال ترى حتى في شوط السيف ثالث ورابع قلتم الناموس الحمد لله الحمد لله استاهل خير هذا الختام الغالي مسك الختام الحمد لله رب العالمين توفيق الله كله نعم احنا جايين نشتغل وياكم ونبي والي الغالي مناسبة حقوقكم على هاي الرموز في هذا المهرجان ان شاء الله لكن الشملي احد الاسماء المرجحه مانع بن علي بن محمد بن حماد منافسه ثنائيه انطلاق ثنائي الشملي روح يا علو مع هذه الانطلاقه ثانينا والناموس مانع بن علي بن محمد بن حماد الشمسي سلام على العاصمة سلام هدي بن بطي الشامسي سلام مانع بن علي بن حماد سلام علو سلام السيف لمن بسم الله ما شاء الله ولكن هقاوي سعيد بن راشد بن غدير يقدم هقاوي عاقد الصبي لمحمد الخطاب مرخان هقاوي على الصدارة مرغم سلام على فوزي هقاوي لسعيد بن راشد بن غدير وصلنا إلى عزبة حجن مرغم إلى عزبة محمد بن راشد بن غدي الكتبي سالم بن راشد بن حمد بن غدي الكتبي حمد بن راشد بن غدي الكتبي سعيد بن راشد بن غدي علي بن راشد وانجالهم الكرام نقولكم الناموس بو راشد سلام خير يا أبو سعيد سلام خير منا صوله قاوي على سيف المحليات اليوم في مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة هذا فخر كبير أبو راشد والمشاركة فيه فخر وين واحد ما أخذ سيف الله يطول عمرك اسم كبير مهرجان كبير ويحمل اسم رئيس الدولة الله يطول بعمره هذا إنجاز ما يقدر بثمن ولا له ثمن بقلوبنا نحن وإخواني ومحبين هذا الشعار
واللي يزيد هذا الانجاز اكثر ان الناقه طعمها كنتاج. نعم. اما باللزاق واخذتها مرموقه ماخذ سيف ولي عهد دبي. نعم. وابوها شمعدان العاصمة. شمعدان انحدر سلاله من سلاله شاهين الكليلي. نعم من شاهين الكليلي. نعم. طعمك وبنت اللزاق بعد اللزاق مع ما غني عن اللزاق اظني ظبيان من ناقه. ولو هي مو بسلاله طعمك طيبه ما لمها كل ما جابت ناقه اخذت سيف. نعم. الحمد لله. ما شاء الله ابو راشد نحن هقاوي شفناها بالشوط شوط قوي كان منافسه لكن في ال 500 متر الاخيره قدرت هقاوي انها تنتزع السيف وتهديه الى جماهير هجن مرغم. هجن مرغم ما شاء الله لها جماهير في الدوله وخارج الدوله ولها مشاركات برا الدوله وداخل الدوله دائما مع الذهب ومع السيوف والبنادق والاشده والشباب. الحمد لله ابو سعيد الحلال هذا او عزبه هجن مرغم لو بتلاحظ نحن دائما في بدايه المهرجانات نحن عندنا موسم طويل. نعم. لين اخر شهر خمسة ودائما ناخذ طعمك الحلال بالتدريج ولا مثل ما يقولون باللغه الانجليزيه لا تنسى ابو سعيد ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب انا هاي يعني الانجليزي خلي حق هاي ابو سعيد يعني انت لاحظ الناقه هذه بجائزه الزايد الكبرى طيب الله ترى هي ثالث على الرمز. نعم. وكل ما يتجدد من المراكزيين بيكون الحلال يتطور ويتحسن مستوى احسن عن المهرجان اللي طاف لين نهايه الموسم. نعم. الحين سبق ان لقينا حمد بن راشد قال الحين ركابنا يبدا تجهيزا يعني من نخر التجهيز ان ورانا موسم طويل ونحب نشارك في كل مهرجان. مطية اليوم الناقة الكبيرة في السن هذا ما تلقاها السبوق بتخلق لك في يوم وليلة. نعم. اما حافظت على حلالك يوصلك لين نهاية الموسم. نعم. بيوصل نص الموسم التلفت ما عندك شيء استهلاك الحلال كله استهلاك بتطور تنعم اجيالك زعره والمريخ في العالي سجل التاريخ ومضالك بالكرم تضرب بك مثالي عاش عوبك مرخص مالك نايبك منصور في الحالي بالوفا والمجد يسعالك سلام هقاوي سلام سلام التبر محمد بن راشد بن غدير سلام سلام الواثق حمد بن راشد بن غدير اشتبي سلام سلام سالم بن راشد بن حمد بن غدير سلام سلام سعيد بن راشد بن حمد بن غدير سلام سلام علي بن راشد سلام سلام مرغم سلام طبعا ألف ألف مبروك والناموس مرة أخرى لكل الفائزين في يعني أمسية اليوم وفي الختام. طبعا أيضا من الأشياء اللي كانت موجودة وحاضرة المزاين والمحالب يا أبو أيضا بمبارك. نعم نحن في البداية نحب نشكر سيدي رئيس الدولة طول الله عمره والشيخ منصور بن زايد ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان وسعادة عبد الله المهيري والطاقم اللي موجود تحته. المهرجان هذا تميز فيه ركض وفيه مزاينة وفيه محالب وكل اللي كل اللي يعني شارك في هذا المهرجان استفاد من جميع النواحي.
اللي باع واللي اشترى يعني مهرجان كامل كمال لله سبحانه وتعالى. صحيح. والله يا روي يطول عمر القيادة الرئيسيدة على يعني كل سنة نشوف في المهرجان يعني زيادة. نعم. يعني في طلوع ما في تنازل الحمد لله. الله يا ربي يطول عمارهم وكثر خيرهم. آمين. والنومس للجماعة أظني ناصر بن حمد فازت مياسة سعادة بالحطم العامري خذ له شوطين في المحالة. بعد والله ما الأسامي موجودة. سعادة حمد بسهيل شوطين شوط في الفطاير. نحن نتكلم عن اليوم. اي نعم. مياسة فازت اليوم مياسة حمد بسهيل. نومس للجميع انتم. نحن نومس للجميع. نعم. والله يوفقهم. نعم. إن شاء الله وطول عمر معازيبنا. نحن أمس جايين من الظفرة واليوم زاينا وباكر جاينا ركض شارة مع حمدان بن محمد الله يا رب يطول عمره. آمين. تسمع. آمين. والسنة بشرهم كلها اللي ركض ومزاين وطماش. مستمرين. نعم. أكيد مستمرين بمتابعة احنا قنوات قناة دبي ريسينج والإعلام في دولة الإمارات دائما مستمرة بتغطية هذه الأحداث الكبيرة وهذا الدعم الكبير من أصحاب السمو الشيوخ. ومثل ما ذكر أبو مبارك احنا أقل عن أسبوع وبيبدأ أيضا مهرجان أيضا عزيز وغالي علينا مهرجان ولي العهد ولي عهد دبي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. الله يطول عمره. ومنتظر هذا أيضا المهرجان يا أبو سلطان. نحن نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي على هذا المهرجان اللي معدود له العدة والناس حاسبين له حساب وركضه من المراكيض القوية المحسوبة خاصة طاعة عمرك في منطقة المرموم من طاعة عمرك للركض قوي ويحمل اسم ولي عهد دبي. نعم. فهذا الركض يحسب له الحساب وعسى الله يطول عمره ويخليه ويبجيه يا ربي هو ويا الله وإخوانك كلهم على هذا الدعم لا محدود لهذه الرياضة العربية الأصيلة. نحن نشكرهم جزيل الشكر. نعم. نعم. وفي النهاية نشكر رئيس الدولة الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية وطولة. نعم. العمر. آمين. آمين. شيخ محمد بن زايد بن خالد اللي أرضى الكل راعي السبوق راعي ناقة الشكل راعي المحالب راعي اللي بيبيع كله سواله في مجاله. نعم. ولا ننسى سمو الشيخ منصور بن زايد. نعم. نايبه أبو زايد بعد ما قصر طول. نعم. عمره في هذه الوقفة. آمين. ولا ننسى سلطان بن حمدان المتابع لهذه الرياضة وشبنا طاع عمرك بعد حضوره ومتابعته وحضور راهد بن حمدان. نعم. نشكر على هذا الحضور. نعم. أصحاب السمو ونشكر طاع عمرك القائم اللي هو المدير اللي هو عبد الله بن مبارك مهيري على وقفته ومتابعته لهذه واللجان اللي قائمه معاه. الركض ظهر ما شاء الله مستوى طيب للركض من قبل ناجح. نعم. من حمل اسم الشيخ محمد بن زايد ناجح. نعم صحيح. فهذا قاموا عليه القائمين عليه طال عمرك وطلع بصوره طيبه واستانس المشارك سواء سابق ولا ما سبق. نعم. استانس ظهر من المركاب مستانس. نعم. وهذا اللي نحمده ونشكر على هذه القياده الطيبه. نعم اكيد. ونحن ايضا مستمرين من خلال هذه التغطيات مشاهدينا يعني قناة دبي ريسينج ستكون معكم أيضا من خلال مهرجان ولي العهد وتغطية خاصة ستكون لقنوات دبي ريسينج من خلال البرامج التي ستبث وسنرصد كل ما هو شارد ووارد من خلال هذا المهرجان. أما الآن ما يسعني لأني أشكر ضيوفي الكرام اللي كانوا دائما موجودين من خلال التحليل ومن خلال التوقعات بالنسبة للسباقات. بسلطان يعطيك ألف عافية على تواجدك وعلى تحليلك. الله يعافيك أخواننا المتابعين والمشاهدين ويسمحوا لنا أخواننا اللي عندنا في الحلقة واللي تابعونا عن قلنا كلمة هم مقصودة. نعم. سلطان. نعم. لا ما في. نحن أخوان كلنا والواحد يكمل الثاني. نعم. وإن شاء الله يعودنا على الأيام الطيبة كل سنة وكل حول. نحن وقيادتنا الرشيدة بخير وصحة وصحة جيدة وشعب دولة الإمارات وشعوب العربية والإسلامية خير ولمن والسلام. آمين آمين. معبد سعيد المهيري بمبارك يعطيك ألف عافية. أحب في بداية أشكرك أخوي أبو تميم وأشكر إخواني المحللين والمتابعين اللي قدام الشاشة. صح قدام الشاشة وبنشتاق قدام الشاشة ولا خلف الشاشة عادي. نحب نشكرهم وعلى متابعتهم للبرنامج الأصائل وإن شاء الله لنا عودة قريب إن شاء الله قريبة. نعم نعم. والله يفرحهم يا رب العالمين. آمين آمين. حمد بن ضبيب الشامسي أبو فزاع يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا أبو تميم. أنا أقول الحمد لله على كل حال أشكر القيادة الحكيمة والرشيدة على هذا الدعم الكبير لهذه الرياضة ونحن
يعني ما نستغني عنهم الله يطول عمارهم، دعمهم الكبير وإن شاء الله يعني أنهم هم أننا نحن شاركنا مشاركة طيبة الجميع إن شاء الله. نعم وكل صحيح. استفاد من هذا المهرجان. نعم صحيح. والله يطول عمارهم ويبارك فيهم هم وذريتهم. اللهم آمين. سيب بن مبارك الحبسي بن مبارك يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا أبو تميم. نحن نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو رئيس الدولة الله يطول عمره ويحفظه أبو خالد وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على هذا الدعم الكبير لهذه الرياضة، وكما نهني أيضا اتحاد سباقات الهيئة على هذا النجاح الباهر لهذا صحيح. المهرجان الكبير برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان الله يطول عمره ويحفظه أبو حمدان، وأيضا سعادة عبد الله بن مبارك المهيري وكل أيضا المنضمين لهذا الاتحاد الكبير على هذا التنظيم اللي كل شاكر اللي حضر واللي شارك، فنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. وكما أيضا نشكر كل المشاهدين والأخوان أيضا في الاستديو، ولنا لقاء إن شاء الله قريب في مهرجان ولي العهد. نعم أكيد. وأيضا عايض بن سفر البقمي يعطيك ألف ألف عافية على تواجدك يا أبو سفر. الله يعافيك وأشكر سمو الشيخ محمد بن زايد على هذا الدعم القوي، الدعم اللي الاسم الحالة سبب الحماس القوي اللي احنا شفناه. نعم صحيح. صراحة أشواط وحماس وحضور، من حضر في رأس الخيمة هو يعرف مكانته وحب الشعب لهذا المهرجان الكبير. نعم. ونشكر سمو الشيخ منصور بن زايد، ونشكر سعادة عبد الله مهيري واللجان المنظمة لهذا المهرجان ما شاء الله تبارك الرحمن، ونهني كل من شارك. نعم. من شارك طال عمرك وحصل رقم زين، حصل رمز زين، ما حصل نبارك للي حالف الحظ، ونتمنى اكيد ابشرك اللي ما حالف الحظ مهرجان صحيح الشيخ حمدان فزع طال عمرك موجود قريب. نعم حاضر. ما هو بعيد. نعم. هذا يسمونه الرئيسي. قابلت لي واحد من هالهج قال رئيسي تراه قريب، قلت له ايش الرئيسي؟ قال مهرجان ولي العهد. هذا تحليل لا بس حب العالم يدرون يدرون. يعطيك الف عافيه يا ابو سفر. نعم واكيد كل الشكر ايضا لمطعم النورس اللي دائما متواجد معنا مشاهدينا من خلال مطعم تواجده اكيد مشكور. وهو صديق لبرنامج الرسائل ولقناه ايضا دبي ريسينج، وكل الشكر لكم انتم ايضا مشاهدينا على حسن المتابعة، ونتمنى بأن نكون قد وفقنا من خلال هذه التغطية التي كانت منكم ولكم ولأجلكم. ولي سبع أبو أحمد المدير. نعم عبد الرحمن. عبد الرحمن أمين. أبو أحمد ما قصر ما شاء الله تبارك الرحمن الكل يثني عليه. لا لا نعم. كل ما قبلنا أحد قال مغيرين استديو. وهو متابع دائما كان للبرنامج ودائما في رأس الخيمة وفي دبي، وأكيد زملاء المصورين وأكيد عبد الله وادي في الإخراج وعلي الظاهري في الإعداد وكل طاقم عمل دبي ريسينج. هذا برنامج نعم صحيح. نعم. ومع وصولنا إلى ختام هذا المهرجان نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه على هذه المكارم السخية لرياضة الآباء والأجداد والأهل، رياضة الهجن كافة والتي يترجمها هذا المهرجان الكبير من القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة على الدعم والمتابعة من سموه، وهو ما يؤكد أن رياضتنا تسير بخير في ظل الدعم السخي والاهتمام الكبير. وكذلك معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن وشعلة النشاط لأهل الركض على المتابعة والدعم وهذه التسعيرات من مؤسسة هجن الرئاسة، والشكر موصول لكم من ساهم في هذا المهرجان الذي لم يكن محصورا على سباقات الهجن وإنما كان بمثابة دعم لمختلف السباقات بما فيها المزاينة والمحالب والسباقات التراثية، وهو ما يصب في صالح هذه الرياضة العريقة.